بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والعون والنجاح. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة بسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، واسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسرور. دائما نلتقي بالمحبة والخير على أرضية هذا الميدان، ميدان غشاب لسباقات الهجن العربية الأصيلة بصباح هذا اليوم، صباح يوم الأربعاء 25 من شهر 12 لعام 2019 ميلاديا، هنا وبناء على توجيهات مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأبغاه وأشفاه يا رب العالمين، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيهما سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، تقام هذه السباقات سنويا في جميع ميادين الدولة، وها نحن في هذا اليوم نتابع السباق التاسع، البرنامج التاسع المقدم من اتحاد سباقات الهجن مع سن اللقاية والإذاع معانا في غشابة من مسافة 5 كيلومترات. هكذا يسير أول الأشواط، الشوط الأول للقاية لبكار المحليات الأصايل. نتابع المقدمة ونذهب إلى المركز الأول على مقدمة الشوط مشغلة سلطان بن علي بالخصم الكتبي أحد الأسماء الرنانة القادمين من القبيب في هذا الصباح للمشاركة على أرضية هذا الميدان، بينما المركز الثاني القدوم من قبل الشايبة علي بن راشد بن ناصر الدرعي. على المركز الثاني المركز الثالث المسك علي بن السليمي بن سالم العمري، على المركز الثالث المركز الرابع نتابع جودة مبارك بن ضاحي بن سلطان الحميري يقدم هذا الاسم، وأرد تسلل في هذه اللحظات من قبل صحايب سعيد بن خليفة بن زاهرة الخيلي الذي يقدم هذا الاسم. سادس المراكز أتابع القدوم من قبل القادم اللي هي الشهرية حمد بن سالم بن محمد بن حميد الكتبي، هكذا نتيجتنا. وهناك القدوم من أفعال خالد بن سعيد بن بروك الحميري، عدينا إلى مسامعكم المراكز الست الأوائل المتقدمة والدخول السريع ما بينهن مع الشوط الأول. نتابع الانطلاق، نتابع التواصل المثير على البداية والصدارة المقدمة مع المركز الأول، المقدمة مع أفعال غيرت، أفعال تفعل ما تريد على مقدمة الشوط. على المركز الأول من يتابعها خالد بن سعيد بن بروك الحميري أحد الأسماء الرنانة التي تواجدت على مقدمة الشوط. يا سلام يا أفعال، يا سلام يا أفعال، شوط الأفعال، الشوط الأول دائما يحمل تحدي غير، تحدي آخر في تحدي هذا الانطلاق، تحدي ما هو بعادي. يا بن بروك المركز الثاني القدوم من الشهرية حمد بن سالم بن محمد بن حميد الكتبي الشعار البرازيلي يأتينا ثانيا في هذه اللحظات. المركز الثالث تقدمت صحايب سعيد بن خليفة بن زاهرة،
الخيلي على المركز الثالث. المركز الرابع اشوف المسك علي بن سليمي بن سالم العمري، احد ضيوفنا القادمين من السلطنه للمشاركه على ارضيه هذا الميدان. المركز الخامس تقدمت في هذه اللحظات مشغله بالخصم، مشغله ابو علي سلطان بن علي بالخصم. الكتبي احد الاسماء الرنانه، يلا يا ابو ميد ركز مع هذا الاسم الرنان، شوف الاسماء الاخرى مصورها، تابع كافة الشعارات ونرجع الى افعال 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 افعال. يا سلام يا افعال متجوله مع المركز الاول، تريد اكتساب الشوط الاول في هذا الانطلاق المثير، وهي محتله لذلك المركز على المقدمه والصداره بدون اي حركه بدون اي اوامر تقود المشاركين، وهي بكل اريحيه ولكن المشاركين وصلوا، المنافسين قادمين، الشاهنيه قادمه، حمد بن سالم بن محمد بن حميد. الكتبي على المركز الاول، المركز الثاني، القدوم شعار بن زاهره، سعيد بن خليفه بن زاهره، الخيلي مع صعايب، صعايب صعايب غيرت، صعايب انطلقت، بدينا في المنحطف الاخير، بدينا في المنحنى الاخير نحو الفوز والانتصار. الله يا صعايب، الله يا صعايب، صعايب 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 اعلنت الانطلاق، اعلنت التحدي على المركز الاول في هذا الانطلاق المثير وهذا الاندفاع الممتاز. المركز الثاني القدوم قبل الشهريه، حمد بن سالم بن محمد بن حميد الكتبي. الكيل الاخير، الكيل الخطير، المركز الثاني تقدم المسك علي بن سليمي بن سالم العمري، وصل العمري، والثالث الشعار البرازيلي حمد بن محمد الكتبي، الرابع بن بروك مع فحال، ولكن بن زاهره المتألق، بن زاهره يا سلام يا ابو خليل، عملاق عملاق في هذا في عالم هذا التضمير، في عالم هذا التضمير دائما متألق هذا الاسم، هذا العود دائما متألق، سلطان بن خليفه بن زاهره من يتابعها على المركز الاول في هذه اللحظات المثيره، ولكن بالسليمي شكل الخطوره، بالسليمي شكل الخطوره اللحظات الاخيره، اللحظات الحاسمه، ولكن ابو خليل هنا مع المركز الاول. سعيد بن خليفة بن زاهر الخيلي هنا بانطلاقة صحايب، صحايب 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 والمسك، صحايب والمسك، شوف العرض ما شاء الله تبارك الله، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، نتابع اللحظات الأخيرة، ولكن بن زاهر سلام بو خليل، سلام يا بو خليفة، تهانينا والناموس إلى سعيد بن خليفة بن زاهر الخيلي، والتهنية إلى سلطان بن خليفة بن زاهره على فوز صحايب بالشوط الاول في هذا الصباح. المركز الثاني يذهب الى المسك علي بن سليم العمري، المركز الثالث افعال خالد بن سعيد مبروك الحميري، الرابع مشغله سلطان بن علي بن الخصم الاكتبي، المركز الخامس يذهب الشاهني حمد بن سالم محمد بن حميد الاكتبي، المركز السادس الانتظارها في هذه اللحظات. هنا نتابع الأسماء القادمة في هذا التحدي وهذا الانطلاق، هي تصل إلى المركز السادس سمحة عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري، توقيت 7 دقائق 57 ثانية.